رح نروح لأول فقراتنا لليوم. شفنا بفقرة هل تعلم أنه المي الباردة بتروح التوتر، لقينا الحل لحياتنا خلاص. رح نضل بنفس السياق بأول بصباحنا اليوم وبأول مساحاتنا الصباحية. هروح لنحكي عن آلية تفريغ الكبت النفسي، قديش هذا العنوان مهم بحياتنا. كثير مننا، أو خلينا نقول النسبة الأكبر، نتعرض لضغوط الحياة اليومية، للمشاكل والمواقف. هدول القصص كلها بتعمل تراكمات بالنفس، بتعمل لنا مشاكل، أو خلينا نقول مشاعر جدا سلبية. البعض مننا بيهرب من هي المشاعر وبحس حاله أنه هو عن جد ما عنده القدرة أنه يواجهها، أو ما عنده القدرة أنه يلاقي الحلول المناسبة، فبتروح هيك بمنطقة خلينا نقول مظلمة بعض الشيء بالنفس، وهي منطقة اللاشعور. بنحاول نخفيها، ولكن هذا الشيء بيعمل أكيد خلينا نقول شرخ بداخلنا، بيعمل ألم، لأنه خلينا نشبهها بالنزيف الداخلي ولكن ببطء. يمكن ما يكون الناس اللي حوالينا ملاحظين أنه نحن عن جد عنا نزف داخلي نفسي، ولكن أكيد هذا الشيء بيسبب ألم كتير كبير لصاحبه، وهذا الشيء ما نصح يا ليلى. تماما، وكتير رشا من الأشخاص بيلجأوا ليهربوا من المشاعر السلبية أو الواقع السلبي على واقع سلبي يمكن أبشع، أو يمكن أحيانا. تماما يضروا حالهم بشغلات. في ناس بتهرب بتصير تاكل وقت اللي بتتضايق، في ناس تمام بتغسل وجهها، في ناس بتهرب بالنوم، في ناس كتير بتلجأ لأشياء سلبية يمكن هنن عم يضروا حالهم فيه أكثر. قديش مهم نفرغ هاي الطاقة السلبية اللي جواتنا، قديش مهم نفرغ هاي المشاعر اللي عم نكبتها، المشاعر اللي عم تأذينا، لأنه نحن وقت اللي عم نكبت ما عم نفرغ، قديش عم نتعرض لاكتئاب وعم نضر صحتنا النفسية والجسدية. اليوم رح نحكي مفصلا عن هذا الموضوع وطريقة الطريقة الإيجابية لتفريغ الطاقة السلبية اللي جواتنا، وأيضا المشاعر السلبية وعدم كبت المشاعر السلبية جواتنا. رح نحكي أكثر عن الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت بالاستوديو، الاختصاصية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا رندا. صباحي. شو رأيك بالمعلومة إنه غسلي وجهك بتروح شوي التوتر؟ جربتها ما مشيت حالي. أهلا وسهلا رندا. اليوم عم نحكي عن عنوان جدا مهم بحياتنا، ما في حدا اليوم مستثنى من هذا خلينا نقول الشيء النفسي، وخاصة احنا حدا تعود يكبت هي المشاعر، تعود تربينا عليها يعني. فصارت التحمل صارت عادي من عاداتنا. خلينا هيك بداية نعرف بالكبت النفسي او تفريغ الكبت النفسي. رح اشبه لك اياها بنموذج كثير بسيط. خليني اعتبر عندي كاسة وعم بلش انا اتحمل فيها ضغوط او ازعاجات بالحياة او اي شيء ما يكون مناسب لي، خليني أنا ما أحكي فيه أو ما أعرضه للواقع أو خليه يظهر لحتى عالجه، أو بالقليلة أحكي شو اللي زعجني. فهاد بصير في تراكمات، هاي التراكمات بتوصل نحن مثل ما بنقول طفح الكيل أو الكاسة ملت على الآخر. تماما. فأنا لما بتوصل عبي أي سائل بأي كاسة، فهي بتلاقيها لما حتوصل لفوق حتبلش تطف وتكب على برا. هي اللي عم بيطف لبرا يعني. تماما، هي ردود الافعال السلبيه اللي حكيتوا عنها، هي الانفعالات الغير مدروسه اللي بتخليني. ليش غير مدروسه؟ لانه مثل ما قلنا هي بتروح على اللاوعي، فبصير ردود فعلي غير مدروسه او ما لها بمساحه الوعي لحتى اعرف ادركها تماما. لهيك لازم انا اعمل اليات تفريغ لهذا الكبت، لهذا السائل اللي طفح بالكيل في عندي، انه انا اعمل ثقوب بسيطه فيه. كل ما كانت الثقوب لحتى فرغ من هالسائل البسيط من القعر، كل ما انا قدرت اوصل للاشعور عندي بدرجات اعمق لحتى اقدر افرغ تماما. اقدر افرغ، اقدر يصير عندي ثبات انفعالي بالمرحله اللي بعدها، اقدر للمرحله اللي بعدها ما اقعد كل ما انزعجت لاقي حالي جنب البراد، او كل ما مرقت بازمه نفسيه او بتغيير معين بروتيني بيهدد امني، فانا لاقيني فايته نايمه مثلا، او تاركه الموضوع بدون معلق بدون حل. دائما هي خطوات نحن بتؤدي لهي السلوكيات اللي نحن بنشوفها، ولكن هي بيكون في تراكمات كثير كبيره قبلها. تمام. ذكرتي انه الهروب بالنوم يمكن من أكثر النقاط السلبية اليوم، قديش بتأثر علينا وقت نحن بدنا نروح نكبت مشاعرنا، ما بدنا نبين أنه نحن متضايقين، خلص هلأ نحن مننام عادي مننسى هذا الشيء. لكن الواحد حتى لما بينام متضايق يمكن بيفيق متضايق أكثر، قديش بتأثر على صحتنا النفسية والجسدية كبت المشاعر؟ خلينا نوضح أكثر. تماما، هي آليات تفريغ، يعني مثل ما ذكرنا هاي الثقوب اللي أنا كيف بدي أعملها بالكاسة اللي أنا عندي إياها مليانة. لما ما بكون مثلا عندي وقت فراغ كتير كبير،
بكون ملتزم بأعمال معينة، فأنا بصير في ظرف خارجي عم بيفرض علي أنه أنا أطلع من هذا الكبت بتفريغ معين اللي هو الشغل أو مسؤوليات البيت. ولكن لما ما بيكون هذا المسؤوليات موجودة فأنا بلجأ لحل أسهل اللي هو مثل ما ذكرتي النوم. فمتى ما وصلت لمرحلة رغم أنا عندي هاي المسؤوليات، رغم أنا ملتزمة بأعمال وملتزمة بأساسيات تانية، ولكني لجأت للنوم لفرغ، فأنا هون صار عندي شيء معطل للحياة، هون ما عدنا مجرد كبت تماما، صار نحن فتنا بمشكلة تانية، فتنا بمشكلة أعمق اللي هي أساسا الكبت، ويمكن يكون مراحله الأولى مسائل كتير بسيطة وكتير تافهة. ممكن أنا قدي نحن بنضغط بنهار، انت مثلا الطريق قد ايه ممكن حدا يعرق لك السير انت وماشيه مثلا، فانت بتنزعجي قد ايه ممكن مثلا تكوني بمكان معين ما تلاقي الاريحيه اللي انت موجوده اللي انت بتحتاجيها. هي كلها تراكمات كثير بسيطه وما لها مكان، ولكن بتاخذ حيز ولو جزء كثير بسيط من جهد النفسي عنا. فالمفروض نحن مثل هيك مشاكل نحكيها ولو وناخذها بروح رياضية بروح رياضية تماما بروح حياتي كلها تماما بدها روح رياضية ومدى طويل يعني يقدر الواحد يفرغ هي آليات الحالات الكبت اللي عم تنوجد. للأسف رندا يعني صرنا نقولها هيك بالعامية إنه نحن بحاجة لكذا روح لنقدر نقضي هالأيام اللي عم تمر علينا. اليوم في ضغوطات كتير، ذكرتي أمثلة هي بسيطة قلتي هي ما إلها حيز بالنفس، ولكن شيء ورا شيء بيعمل هذا التراكم وهذا الضغط، شيء اللي بقى عن مشاكل الشغل، مشاكل الاجتماعية العاطفية وإلى آخره، يعني هدول كلهم بيعملوا مشاعر بالأنفس عنا. البعض بيهرب، بحس انه انا اليوم ماني قد هدول المشاعر، خليني اروح للطريق الايجابي. وهون كمان عم يضحك على حاله، انا كيف اقدر اكون ايجابي وانا جواتي سواد بالنهايه؟ يعني شو هي الطريقه الصح؟ هل الهروب هو اليوم حل او لا؟ اكيد لا. هلا نحن دائما كاشخاص نبحث للكمال، انه نكون نحن اشخاص كاملين، او في كتير شخصيات وأنماط شخصية دائما بتدور على الأشياء الكمالية، تكون شكل كامل كل شيء بتقدر تعمله. هذا بيعمل ضغط كتير كبير، لازم نحن دائما نشوف شو في عنا إمكانيات، وعلى حسب الإمكانيات اللي عنا نقدر نعالج المشكلة اللي عم نواجهها ونقدر نوزع مهام. هي آلية كتير رغم أنها كتير إدارية، ولكن تعمل إدارة ذاتية للشخص لانفعالاته. أنا كيف بقدر خلي الأشخاص اللي حواليه يكونوا هن داعمين إلي والمقابل أنا داعم إلهم؟ هذا الأشخاص الموجودة اللي أنا بقدر وزع مهام عليها، بقدر أتعاون أنا وياها لخفف هذا الضغط، ولو على صعيد أنه أنا لاقي شخص يسمعني إذا عندي مشكلة أو عندي استشارة ممكن أسأل شخص قريب مني بشيء معين. دائما هذا تبادل الآراء، هاي بتصير هاي اسمها آليات تفريغ. في ناس ما بيكون عندها هدول الأشخاص اللي تقدر تفرغهم أو تاخذ هاي الثقة، لأنه موضوع بده ثقة خصوصي للمشاكل اللي بتعملنا أزمات وبتكون على مدى طويل من العمر. شو هي أكثر الأزمات اللي بتعمل؟ ممكن كتير مرض مزمن، ممكن كتير يكون عندك حدا بالبيت عنده مرض إذا ما كان الشخص هو المريض. ممكن الأزمات الاقتصادية اللي عم نمرق فيها ممكن كتير هي تعمل ضغوطات، لأن كلها بيتبعها تراكمات معينة، وضع أحيانا فقدان. بيقولوا لك كل ما الله بيبعث لك كل واحد هم على قده. فممكن تلاقي مشكله كثير بسيطه ولكن صاحبها على قد ما له عنده تماما، او ممكن يكون اميل للهشاشه النفسيه، ممكن يكون ما عنده آليات استقلاليه معينه بالطفوله فهو ما له قدران يتحمل ضغوطات رغم بساطتها. هي كلها بترجع للتنشئه الاسريه وبترجع على الظروف البيئيه المحيطه بالشخص اساسا اللي بتعمل له هي الصحه النفسيه، وهي اللي بتخلي العلاقه بين الوعي واللاوعي تكون او اكثر صحه او فيها مشكله. فهي بتخلي دائما مجرد ما يغيب الوعي فاللاوعي بيظهر دائما بطرق غير لطيفه، بتلاقي شخص دائما بيعصب فجاه، بتلاقي شخص ما في تفسير، بتحسي لتصرفاته يعني تماما. ممكن تتهم هذا الشخص بالمزاجيه بتغيير الاراء، ولكن اليوم في دوافع وصلته لهون، ما في شيء اليوم من لا شيء بصير بهي الدنيا بالنهايه يعني اكيد تمام. خلينا نحكي
شوي عن الكبت، وقت نحن اليوم كبتنا مشاعرنا، شو هي الأمراض النفسية والجسدية اللي ممكن أن يتعرض لها الشخص؟ هلا أول شيء دائما العتبة الأولى نحن بنلاقيها بنوع من أنواع القلق، دائما بيظهر أعراض جسدية هي بتكون وهمية، يمكن كثير تلاقي مثلا طفل من أزمة معينة أو من كبت معين فجأة صار عنده أرق ما عم بينام منيح مثلا، فجأة تطلع حرارته بدون ما يكون في مؤشر طبي أساسي. ممكن حالات للكبار آلام وجع الرأس البطن، دائما بتلاقيه مزعوج ما له عرفان شو اللي زعجه. بتظهر أعراض جسدية ولكن بيكون منشأة نفسي، هذا بيكون العرض الأساسي اللي نحن بيكون كتير ظاهر وموجود. هذا غير ما مثل ما ذكرتي اضطرابات بالأكل والنوم، ممكن يا يأكل كتير يا تروح شهيته كتير، منشوف في حركة عشوائية مع مدروسة، بتلاقي دائما عم تحرك بطريقة ما لها منتجة، ما في إنتاج، هدر بالطاقة بيكون في. هدول المؤشرات هي بتعطينا انه نحن في عنا مظاهر اساسيه لنوع من القلق اللي هو ناتج عن مشاكل معينه ما عم بيصرح فيها الشخص او ما عم بيتناقشها مع حدا او شكلت له خوف معين. هذا اللي بيعطي ممكن تمرق بعد بسلام المشكله اللي مرق او تعرض لها، انت بتشوفي انه خلص راحت هالاعراض ومشي الحال معك في اي مشكله، ولكن بتشوفي انه هو عمل يعني هو كبتها وراحت على اللاوعي وهديت القصه خلص. مجرد ما يتعرض لموقف كثير مشابه لها فحتلاقي ردود تستفز الذاكره تماما كثير مضاعفه عن الموقفين، حتلاقي انفعال غير مناسب للموقف. هون نحن دائما بيبين مع انه شو بقوله معصب ما له مستاهل القصة، ولكن هي بيكون في تراكمات وانكسرت يعني. تماما بيكون في تراكمات من قبلها مخبيه لظهرت بموقف مثل ما بيقولوا نكش شيء من الماضي. صحيح رندا، واليوم يعني الناس بحاجه لآلية عن جد بحياتها لتقدر تكفي صح، لتقدر تعيش يومها بالشكل الصحيح. اليوم مو ذنب الاشخاص اللي حوالينا، ولا ذنب بعيلتي، ولا ذنبي انا اليوم عيش هذا التراكم بنفسي. في اليات اليوم بعلم النفس خلينا نروح عليها هيك نضوي عليها، نحن كيف قادرين بالشيء المتاح؟ دائما نحن نقول بالشيء المتاح يعني تماما، والشيء الموجود هي يعني كثير منيح نحن تكون حركتنا موجهه. دائما كثير حلو انا اطلع امشي شوي اذا ما فيني التزم بنادي رياضي. نحن مختلفين كاشخاص، كل واحد عنده اليه معينه بتريحه. هي الاليه اللي بتريحك، او لحتى نعرف شو يعني اليه، الطريقه اللي بتريحك لانه انت تحسي انه ايه مرتاحه، هي اللي لازم انا اتبعها كشخص. ناس كثير بيريحها تطلع تمشي، ناس كثير بيريحها يكون في عندها شخص قريب تحكي له، ناس كثير بيريحها انه تلجا لمختص، تكون في جلسات اساسيه هي تفريغ نفسي، بتروحي بس بتحكي شو بيخطر ببالك، بيصير مثل تداعي حر، شو بيخطر ببالك بتحكي لحتى يطلع هذا الكبت، او انت حتتفاجئي انك حكيتي باشياء هي اساسا انت ما بتفكري فيها، ولكن هي بتكون رايحه على اللاوعي موجوده. لاوعي واستاذ دم استرجاع، مثل اللي بيكون فايق من البنج كيف بيقول انا ما بدي حدا يعرفني. فهي تماما مشابهه. غير الرياضه ممكن هوايه انا كثير بحبها، ممكن انا تابع فيلم معين، انا بحس انه اذا شفت فيلم كوميدي يريحني. انا ممكن تابع مثلا عندي ظروف اجتماعيه ضغطتني، ممكن انا اتابع مسلسل معين بيحكي عن هاي الظروف وانا تكون عندي اليه تفريغ. ممكن يكون عندي اليه تفريغ فيها انه انا لقيت حدا يحكي بلساني. صحيح. فهي امور كل حدا. موسيقى تماما، موسيقى، الرسم، دائما الموهبه، البكي، بكي بصوت عالي كمان، يعني دائما بيقولوا انه في هرمون بصير افرازه وقت اللي انت تبكي بصوت عالي، يعني بتخفف هذا الالم الجسدي والالم العاطفي ايضا. مجرد ما شعرتي انه انت كشخص عم تبكي واخذتي هذا الحزن على نفسك انه يا حرام انا عم ببكي، فحتزيد المشكله تماما. ليه ما تضحكي مثلا؟ ليه ما تروحي تبحثي عن شخص هو بياخذ الامور بسطحية؟ البكي ما بيريح، صريخ
احيانا يعني بعلم النفس بيقولوا لك انه صوتك حرام انه ايضا من اليات تفريغ الكبت النفسي انه هيك تصرخي بصوت عالي ولو من مكان بعيد. يعني يمكن اذا رجعنا هيك كانت من هي من اهم اساليب الطب الصيني، يعني انه يبعثوا الناس على مكان فاضي لهم صرخوا يدلونا على هذا المكان تلاقينا كلنا فيه. طب رندا، ذكرتي العديد من الطرق لتفريغ النفسي او تفريغ الطاقه السلبيه، وذكرنا نقطه منهم يمكن هي الرياضه، قديش مهمه لتفريغ الطاقة السلبية، وانت عم تحكي انه كل شخص يدور على الشيء اللي بيحبه، لكن اليوم في اشخاص حتى يمكن عم يحضرونا انه هم متعودين يكبتوا، ما عندهم اي شيء يعملوه في حال تعرضوا لهي المشاعر، اي طريقة من الطرق اللي ذكرتيها حضرتك الافضل لتفريغ المشاعر السلبية؟ هلا هي بترجع للتنشئة الاسرية، اذا متعود على التحمل والكبت انه ما يحكي ويصرح، ما في هذا الحوار بالبيت انه يحكي شو زعجه من هو وطفل، حتلاقي هدول الأشخاص من صعبين التفكير، التعامل معهم كتير صعب، دايما بتكوني أخذي حذرك بشكل كامل وانتي عم تتعاملي معهم، ليقوموا يزعلوا من أي شيء، ليقوموا يعصب من أي شيء، فهدول الأشخاص كتير صعب التعامل معهم وهن بيلاقوا صعوبة أساساً بحياتهم. لهيك نحن من عمر بكير بنعود الطفل دائما على النقاش والحوار، وشو زعجك واللي عم تبكي، ليه انت حبيت هذا الشيء اكثر من هذا، بعوده على آلية الحوار لانه خليه يعرف يحكي شو عم بيصير معه لامه وابوه. بالنسبه للمرحله الثانيه لما بيكون وصل لعمرنا، فبيصير هو قادر تماما يكون عنده هاي المحاكمه لحتى يعرف انه انا هذا المكان بيزعجني فما راح اتواجد فيه، فانا بقلل على حالي الضغط اللي ممكن اتعرض له، اللي ممكن انا مع فتره يسبب لي ضغط او اكبته. ولكن مثل ما قلنا في ناس هي متعوده انها ما تصرح وما تحكي، صعب التعامل معها. ممكن نحن اذا كانوا عندهم مرونه معينه، مع ان ما بيتصفوا كثير بهي الخاصيه، ممكن انا بادر بحديث معين لحتى اعطيهم هاي الاريحيه بالقليله من جهتي كشخص عم تعامل معه. يعني كثير مهم تلاقي هذا الشخص اللي عن جد هو بيكون مكان للثقه. يعني يمكن هاي النقطه كمان سلبيه بهذا الوقت، لو ما بدنا نجمل الموضوع، يعني كثير صعب اليوم تلاقي حدا انت عن جد يسمعك، تحسي حالك انه انت واقفه قدام مرايتك، ما يفهمك غلط باوقات بحزنك بتفريغك، بجوز احيانا نحكي الفاظ ما تكون بالمكان المناسب، ولكن قد ايه وجود هذا الشخص بحياتنا والمحيط الداعم لنا. سؤال كثير حلو. يعني لما انا بحكي هلا خصوصي بهي الفتره، صار كان بالزمان الاول ترجعي لوالدتك لاختك، من المحيط اللي موجود فيه شخص من اصدقائك. هلا بحكم الناس اللي اغلبها سافرت، اغلبها التهت بمشاكلها، صار في بدك تبحثي عن شخص ثاني. هلا في ثقافه معينه بتقول لك انه انا برجع للمرشد معين، مرشد نفسي معين، ممكن انا يكون عندي جلسات تفريغ، او ممكن اذا ما عندي هاي الثقافه او ما عندي الامكانيات المتاحه اللي انا التزم او ما لقيت هذا الشخص، لانه كمان هو كمختص او كطبيب بده يكون في اريحيه بالتعامل معه، لانك تحكي مثل ما ذكرتي باريحيه كامله. وثقافتنا نحن دائما هي الاريحيه الكامله بتكون دائما مع الام والاب، ما بتكون بالمحيط او بالاشخاص الغرباء. لهيك نحن كثير مهم بحكم التطور اللي نحن فيه، ممكن كثير تسجلي مشكلتك صوت وترجعي تسمعيها، ممكن كثير توقفي على المرايه وتحكي شو صاير معك، ممكن كثير ذكريات، تمام، يكون في عندك دفتر معين تكتبي عليه المشكلات اللي انت فيها. خلص الدفتر بتجيبي غيره. من اليات التفريغ الصحيحه اللي بتساعد كثير، اذا شغله زعجتك تكتبيها وتحرقيها. فكمان هي انت عملتي كمان شيء لطيف مع شخصيتك، مع صحتك النفسية، انه انت في اشياء ظهرتيها ورجعتي قريتيها، يمكن قصة صايرة معك من 10 سنين، انت هلا بعد 10 سنين صار عندك ثقافة معينة، وعي معين، نضج معين، ولما تشوفيها قدامك مكتوبة تماما انا كان اتضايق من هاي القصة يعني. تماما حتشوفيها هي ومكتوبة قدامك، طلعت من اللاوعي للوعي، قريتيها وشفتيها وبعدين حرقتيها، خلص انتست مع يمكن الواحد لازم يجرب، مثل ما انك عم تذكري انه في كثير طرق، انه لازم يجرب الواحد هاي الطريقه بجوز تناسبني، انه حسيت حالي عم فرغ فيها طاقتي السلبيه. انا بالنسبه لي جربت الرياضه،
لقيتها افضل حل لتفريغ الطاقه السلبيه. خلينا ممتاز. نحكي شوي، حكينا هيك كثير عن حالنا، ذكرتي نقطه انه نحن فينا يعني نتدارك، نعرف شو اللي بيزعجنا، نبعد عنه، نعرف يمكن نحاول نطالع حالنا من هي الحاله اللي نحن فيها. خلينا نحكي شوي عن الاطفال بالبيت، ذكرتي من شوي نقطه انه هنن نحن بجوز ما نعرف شو بون او ما نعرف، خصوصا يمكن في بمرحله المراهقه يكونوا عم يكبتوا، نحن كيف بدنا نعرف انه عم يتعرضوا لشيء زعجهم، نحاول نفرغ لهم هي الطاقه بطريقه صحيحه. هي اصعب شيء في فتره المراهقه، لانه هو بيكون مراحل النمو عنده الاساسيه، بيكون في عنده التمرد، بيحاول يثبت شخصيته، بيحاول يعمل هي الكينونه اللي له، اللي دائما هو له شخصيه معينه، دائما بتحسيه معصب، دائما بتحسي حركته دائما متوتر نشيط، فبصير في خلط. يعني احنا كأهل بصير في عندنا خلط، يا ترى هي من مراحل نموه عن هذا التمرد او الاعتراض او قعدته لحاله مثلا بغرفته هي اللي عم الاستقلاليه اللي عم بيدور عليها، ولا يا ترى في شيء معين عم بيعطي هي المظاهر اللي موجوده عنده. لهيك انا لما بكون نحن دائما في ما حسميها مراقبه، كلمه محلوه خصوصي اذا بسمع المراهق انه انا مراقب من اهلي، فهي ما كثير لطيفه انه دائما يكون في مشاركه، خليني اقول مع ابني المراهق، يكون رفيقه دائما، حاول شاركه بنشاطاته، حاول اذا شوفه عن زياده عن الحد الطبيعي عم بيقعد كثير لحاله، حاول ما خليه، حاول حطه بنشاطات من عمر صغير مثل ما قلتي، من هو صغير مثلا عنده باسكت مثلا ونعوده يحكي شو عم بيصير معه برا. تمام، كيف بعوده؟ لما انا وراجع بصير انا بحكي له شو صار معي، فهو بالتالي حيبادرني هذا الحوار، فحيكون هي آلية المشاركه اللي حكينا عليها اللي رح تتجاوز هي المشكله وما يعود في آلية الكبت الموجودة. نعم رندا، هيك سريعا الوقت داهمنا، مثل ما عم نحكي وحكينا عن الكبت، حكينا عن الكتمان وقد ايه سلبي هذا الشيء، خلينا نحكي اليوم عن أهمية ثقافة المرشد النفسي. اليوم نحن بنخجل من الآخر يعني أنه نروح أو حدا يسمع أو نروح بالخفا يعني، أو ممكن نلجأ لبعض الأدوية النفسية كمان من عنا، يعني فلان أخذ بنروح ناخذ مثله. قد ايه المهم اليوم نروح لعند هذا الاستشارة النفسي؟ شو هي أهم النتائج الإيجابية اللي بيحصل عليها الشخص؟ أهم النتائج هي لما أنت بتشوفي شخص غريب ما له أي مصلحة معك بأي جهة، عم بيعطيكي رأي ممكن يكون مشابه لرأيك، فيعطيكي ثقة بنفسك أنه أنت عم تعملي الخطوات الصح، أو يعطيكي وجهات نظر تانية مش ممكن تضيف على خبرتك. دائما المرشد النفسي بيعطيكي مثل وظائف، فهو بيعطيكي آلية أنه أنت من هون للجلسة الجاية جربي مثلا تعملي هيك، فانت وسجلي لي كم مره عملتي مثلا. فانت لما بتلتزمي بهدول الاشياء بيكون في عندك تلمسي بحياتك انه في تغيير معين، هذا التغيير فعلا حيكون ايجابي، هذا اللي بيزرع ثقافه المرشد النفسي. لما نحن بيكون متواجد عندنا بمدارسنا، ولما انا ابني دائما عنده جلسات ثابته عند المرشد النفسي بالشهر مره بالشهرين مره، فهاد لما ما بيكون بالخفا، لما ما بكون انا عم بارجي قدام ابني او الناس المحيطه فيه انه انا والله عم بعمل هذا الشيء بدون ما حدا يعرف، كمان هذا بيزرع هاي الثقافه. لما بشوفك عايشه بحياه سويه مرتاحه هذا كمان بيزرع هاي الثقافه. تمام، والموضوع كثير مهم وبياخد يمكن معنا اكثر من فقرات واكثر من حلقات كثير مهم اليوم. تمام، شكرا لك رندا وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله هيك الكل بيكون عنده طاقه ايجابيه على طول. شكرا لحضورك. شكرا معنا. لكم. شكرا رندا، ويومك حلو هيك ان شاء الله، هيك بالصحه النفسيه للجميع السليمه، حاولوا.